هذا سائل يقول: بعد الوضوء أحيانا تنزل قطرة من البول من بول بسبب السلس، يقول وليس دائما، فما تنصحونني وفقكم الله؟ لا توضأ لما ينقطع البول نهائيا. إذا انقطع البول نهائيا وتنشفت توضأ صل، أما ما دام البول تحسبه ينزل فلا لا لا يصح الوضوء حتى ينقطع نهائيا، إلا إنسان مبتلى بسلس البول، هذا حدث دائم، هذا يسمونه الحدث الدائم، توضأ عندما يريد الصلاة ويصلي ولو نزل البول، لأنه ما يقدر أكثر من ذلك. نعم.